الحديث الخامس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. حديث حسن رواه ابن ماجة. ومعنى وفيتم أي أتممتم. شرف الله الأمة الإسلامية وتفضل عليها وكرمها بكثير من الفضائل التي لم تكن للأمم السابقة. وفي هذا الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم وفيتم، أي يكتمل العدد بكم 70 أمة من الأمم الكبار. وقيل المراد الأمم التي آمنت برسولها، وقيل العدد هنا لا يقصد لذاته بل من باب التكثير. أنتم خيرها، أي أفضلها وأكرمها على الله، يعني بما أعطى لها سبحانه من منزلة وفضائل وشرائع وأحكام خاصة بها دون من سبقها. وأفضل هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الخطاب متوجه إليهم أولا وإلى الأمة جمعاء من بعدهم. وهذه فضيلة لهذه الأمة وفضل من الله عليها، فالحمد لله حمدا كثيرا أن جعلنا من أمة محمد أمة الإسلام خير الأمم.